مساء الخير جميعا واهلا بيكم في مصر الجديده. الحقيقه النهارده الحلقه متنوعه جدا والمحتوى مصري جدا. عندنا تقارير وتحقيقات من واقع المجتمع من خلال مراسلين المنتشرين في مواقع الاحداث. النهارده ايضا في مصر الجديده في حوار خاص مع نجم الكره الكابتن ابراهيم سعيد. كثيرا ما يثير الجدل حوله وتثار الأقاويل والأخبار حول إبراهيم سعيد وأموره الشخصية وأيضا أموره الكروية، بس ما نقدرش ننكر أنه هو يعني راجل السي في بتاعته أهلي وزمالك وإسماعيلي ومنتخب مصر، وأكيد له آراء كثيرة ورؤية فيما يتصل بمسيرة الكرة المصرية، وخصوصا بعد ظروفنا الأخيرة وخروجنا من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية في غينيا الاستوائية في عام 2015 إن شاء الله. من اسكندرية حنان بركة بتهرب من لقب أشهر عانس بعد 38 سنة، بتهرب من لقب عانس، وده طبعا علشان تحمل لقب مطلقة بعد سنتين جواز. يا ترى واجهت إزاي المجتمع وهي تحمل لقب عانس ومن بعده لقب مطلق؟ عندنا تغطية من لميس سلامة. روحي أي مكان أي فرح فتلاقي بقى الستات يا حرام بكرة ربنا يوعدك بابن الحلال، طب أنا مش عايزة. يعني أنا أقعد مع واحد ما فيش ما بيني وما بينه أي حاجة، لدرجة آخر أيام كنت حاسة إن في شبح في الشقة. عايزة وعاجبة نفسي عشان متجوزين سدوا نفسي، عادي ولا بيهمني. من حلوان نسرين الصاوي صحفية شابة بتؤسس، تخيلوا، وكر لمكافحة التحرش، خلطة سحرية جدا هتعرضها لنا النهاردة رضوى روحين. يا موزة مش تيجي بقى ولا ايه؟ فريقة تايم اخسرتك في المشي. من القاهرة الحقيقة في ثلاث شباب، سالي حماد وحسين مشالي وغندي، قرروا يفكروا مواليد الثمانينات والتسعينيات ببرامج ماما نجوى وبقلز وسينما الأطفال والكابتن ماجد وسلاحف النينجا وأمور أخرى كثيرة، مسلسلات هند والدكتور نعمان، طبعا الجيل اللي عاصر كل هذه الأعمال في برنامج اسمه 80 في 90. ياه احنا الجيل الله يرحمه دخل التاريخ. والله ما حلواني. يلا ما علينا، افكركم بانك من مواليد الفتره العظيمه دي. بعد 20 سنه وبعد العمر ده كله بتحن قوي لايام زمان مع تطور التكنولوجيا في الثمانينات. ايه المدرسه لمطربين الثمانينات مطربات التسعينات، الكليبات والاعلانات زمان، حاجات كتيره جدا في الجيل ده ليها وضع خاص في قلوب كل ثمانيناتي صنم، كان ليها شكل تاني خاص. فعلا الايام الحلوه ما تتنسيش. طيب في مصر الجديدة النهاردة هنروح حي المغربلين. سيد كحيل آخر من تبقى في صناعة السجاد اليدوي، بيحول التابلوهات التاريخية الجميلة لسجاد يدوي فاخر وبينقل أسرار المهنة من بني سويف للقاهرة. بحب صنعتي ولو إنها ما بتدينيش قوي بس بحبها. وما تحب صنعتك هتديك، لان انا باجي بحب الشغل، انا مولود تحت النول، بحب النول.